لا شك أن الأفكار المبتكرة مهما كانت بسيطة تخلف أثرا وتشعل شمعة. لا شك أنك عندما ترى على صدر صديقك مفتاح العودة مثلا، سيطاردك سؤال متى يعود الغائبون. بلايز بلدنا خد موقف ومشروع جديد لجمعية بلدنا. الجمعية بتكون بحملات توعوية وتثقيفية للشباب، وبإطارها بدينا بمشروع البلايز. عمليا هي وسيلة أو وسيط معين اللي محاول من خلاله نتواصل مع الشباب ونوصل رسائل معينة، رسائل مواضيع توعوية سياسية اللي من خلال البلايز بنوصلها للشباب وللمجتمع الفلسطيني بالداخل بشكل عام. توجهوا لي مجموعة بلدنا أنه نعمل مجموعة بلايز اللي مع رسائل اجتماعية سياسية. كلمات مثل أنا مش خادم تحاول الفكرة من خلال رسمها على الملابس محاربة الخدمة المدنية والحفاظ على الهوية في ظل الهجمة الشرسة من قبل المؤسسة الإسرائيلية على عقول الشباب العرب، والتي من خلالها تحاول أن تجذبهم إلى الانخراط في الخدمة المدنية، والتي تشكل خطوة أولى نحو الخدمة العسكرية. في جزء من المواضيع احنا لنا سنين نشتغل عليها، يعني مثل مشروع الخدمة المدنية بلشنا نشتغل قبل 5 سنين، صممنا وبنينا الحملة تحت الخدمة المدنية. وفي مواضيع اللي بتخيل يمكن أول مرة نطرحها بهالطريقة ولازم ينحكى عليها، مثل مواضيع العنف، مثل مواضيع مثل كل مواضيع حقوقنا الأساسية، حق العودة، النكبة، اللي كل هدف يعني من هالوسيلة. إنه في عندك مجموعة تيشيرتات وبلايز الموجهة لشباب فلسطيني بالداخل بالأساس. عندما ترى مصاصة طفل عليها العلم ستقول في نفسك نحن هنا نرضع حبك كل يوم في كل جيل، لن ولم ننساك أبدا يا فلسطين.